وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي. في البداية يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة ونهنئكم بعيد الاتحاد 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونود أن نتعرف معكم على قراءتك للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الإماراتية في إبراز إنجازات الدولة على كافة الأصعدة. الشكر موصول لكم من الإمارات لشعب البحرين ولحكومة البحرين ولكل الأشقاء الذين يتابعون هذه النشرة الإخبارية. حقيقة أول وشائج القربة واللحمة بين الإمارات والبحرين هي وشائج طبعا تم تعداد بعض أجزائها، ولكن يقول أن البحرين والإمارات هما شعب واحد مثل ما قال مغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان. ونحن نحتفل بالخمسين، حقيقة يجب أن لا ننسى أن كل وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، الوسائل الحكومية والخاصة، التلفزة والإذاعة والصحف والمجلات، وخلال مسيرة الخمسين عاما نصف قرن من العطاء الإنساني الرائع قامت به وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة لتركي بصمة في ضمير المتلقي ولتركي صورة إيجابية عن هذا المنجز الحضاري الإنساني. أنا هنا لا أتحدث عن أطول برج وعن أعلى بناية وعن البنية التحتية، ولكنني أؤكد على أن صناعة الإنسان المثقف، الإنسان القادر على البناء، ساهمت فيه وسائل الإعلام. حقيقة لدينا إعلام يمكن أن يقال عنه أنه إعلام ملتزم بمسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية والتنمية التي تصب في صناعة إنسان قادر على صناعة المستقبل. هذا الإعلام كان شريكا أساسيا بكل مؤسساته على الرغم من وجود الكثير من الثغرات، ولكنني أؤكد على أن الإعلام الإماراتي إلى جانب إخوانه في الإعلام الخليجي والإعلام العربي كان لبنة أساسية في صناعة وإبراز الدور الذي قامت به القيادة السياسية على مدى نصف قرن من الزمان. هذا في خلال نصف القرن من الزمان تحقق الكثير والكثير لشعب الإمارات وللدول العربية وللإقليم وللمنطقة برمتها. السياسة الحكيمة الإماراتية تم إيصالها عبر الصورة والصوت والكلمة إلى كل بقاع العالم. النبض الثقافي في الإمارات نبض واضح، نحن نشاهد أن هناك منجزا إنسانيا حضاريا استطاع الإعلام أن يوصله للآخرين. نعم، من دبي الخبير والمفكر الإعلامي الدكتور علي الشعيبي، شكرا جزيلا لك.